بعد 3 أسابيع من راحة ضليت باش ندخلوا في ماراثون بريسك ترو ماتش في جمعة بعد ترو ماتش أخرين في جمعة هكاك نكملوا فاز عليه هو يظل عملنا معنا تحضيرات به عملنا دي ماتش أميكو بهين اليوم رجع لجروب الكل بجورة نتاع ليكيب ناسيونال الأنترنور يجي يحضر كيما يحبوا خدمنا خدمة به إن شاء الله بقدة ربي البيت كل عازمين باش نرجعوا معناها ربحوا منير خاطر الماتشات الاخرين يظل الجمهور بتاعنا ماهوش فرحان بالاداء ما ان شاء الله قاعدين نختم على الحاجه هذه حبوا نرجعوا كيما معناها اللعب نتاع قبل وكل شيء يرجع ان شاء الله مريقل بقدره ربي 6 ماتشات مؤمنين باش يخليونا ان شاء الله نكملوا مشوار مرتاحين ان شاء الله نلمدوا فيهم الماكسيموم دي بوان ان شاء الله ربي معنا برشا توقفات في الشامبيونان في الفاز الاولى استغلينا الفرصه البريود اللي فاتت لي دو سيمين اللي فاتوا استغليناها كوم الفو انا بروغرامي تو ماتش دخلنا في ستاج ونا بيان ترافاي لا ديرنيير سيمين عطينا برشا طون جو للجوالات اللي نقسم طون جو انا دوني دي طون جو بور او سيتي بينيفيك بور او الجمعه هذه سي دخلنا في ميكرو سيكل نتاع جمعه ماتش ميكرو سيكل دو كومبيسيون دونك اون فا فيتي كوم الفو في زيرتو شارج دونترينمون اللي خداوها معناها في لي دو سيمين اللي فاتوا pour avoir برشا فريشور سيرتو نهار السبت هذايا هي اول ماتش معناها لازم 3 بوان على ميداننا ما لازمناش ننساوهم ومن بعد هذيك كل ماتش وماتش هو عندنا ماتش قفصه ديبلاسمون سيرتو معناها لي ديبلاسمون يقلقوا برشا ماتش قفصه من بعد عدل تونس تلعب كونتر ليسبيرونس 3 ماتش في جمعه نحاولوا كيفاش ندوروا ليفيكتيف كوم يلفو ان شاء الله ان شاء الله ديما متحضرين للشيء هذايا متعودين بالحوايج هذوما Thank you.
تحضيرات عاديه في بالي كيما كل المباريات. خدمنا الجمعه اللي فاتت يعني خدمه قويه شويه انتونس، نحاول الجمعه هذه نطيحوا باش نكون نهار السبت ان شاء الله مرتاحين يعني في الماتش. وكما تعرف يعني عندنا ماراثون نتاع مقابلات، مقابلات مش سهله في بالي، عندنا قفصه ليكسيور وبعد عندنا ترجي، يعني ان شاء الله نكونوا في مستوى ان شاء الله يعني نقدروا باش نلمدوا اكثر نقاط في المقابلات هذه باش نقعد يعني قرب الكوبه نتاع الطالع. بعد التربص تاع الاسبوع اللي فات تو التركيز على مباراه نهار السبت ان شاء الله، والحقيقه ثلاثه مباريات السبت الاربعاء والاحد ان شاء الله نكونوا حاضرين كما يلزم. ثلاثه مباريات مهمين برشا للنادي الصفاقسي ان شاء الله معناها نعملوا فيهم لو ماكسيموم دو بوان. الجمهور اكيد الحاجه الباهيه في النادي الصفاقسي انه مهما تكون الظروف ومهما تكون النتائج نلقاو الجمهور موجود، معناها سواء في النتائج الباهيه في الانتصارات او في الوضعيات الصعيبه في الهزائم، جمهور نادي الصفاقسي معناها ديما واقف، وهذا حاجه معناها مكسب، وان شاء الله معناها الجمهور هذا اللي يساند في الفريق وديما ورا الفريق ان شاء الله نفرحوه، وان شاء الله معناها يشوف فريقه في مراتب متقدمه ويلعب على الالقاب. في اطار سياسه النادي انه ديما معناها يبحث على اللاعبين الصغار في السن حتى الانتدابات الخارجيه، اللاعب هذا معناها جمعنا عليه المعلومات ايجابيه انه لاعب صغير من 96، لاعب منتخب الكاميرون، عنده حصه برك دار معنا، عندنا الوقت الكافي باش نحكموا عليه اسكو معناها ينجم يفيد النادي الصفاقسي في المستقبل. ان شاء الله معناها يكون اللاعب اللي نبحثوا عليه، وان شاء الله النادي الصفاقسي كما تعود انه يتوفق في الصفقات هذه نتاع اللاعبين الصغار.